إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة نداء من الله عز وجل للمؤمن الخالص المخبت لربه تبارك وتعالى أن يتوب إلى الله. عوائد هذه التوبة هي راجعة لذلك التائب، والتوبة ولا بد منها، ويكفيها إجلالاً وتعظيماً أن أنزل الصورة بأكملها وسمت بصورة التوبة، والقصة فيها معروفة على الثلاثة الذين خلفوا أخيراً تاب الله عليهم لما وجد من قلوبهم الصدق والإخلاص في أعمالهم وفي أقوالهم. والتوبة واجبة إخواني الكرام، لأن الإنسان يقع بين الحسنة والسيئة، تصدر من المسلم الحسنة وأيضاً تخرج منه السيئة. قد ننسى الحسنات وهذا لا يضرنا في شيء، إنها كتبت عند الله عز وجل وتضاعف ما تضاعف من أجرها، لكن الإشكال في نسيان السيئة، فإن الله عز وجل يقول أحصاه الله ونسوه، فالسيئة لا تمحى إلا بتوبة، السيئة لا تمحى إلا برد المظالم إلى أهلها. ثم هذه السيئة الصادرة من الإنسان قد تكون سبباً في هلاكه، وقد تكون سبباً في غضب الله عليه. إذن المبادرة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. بأن هذا الأمر يتكرر دائماً، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس من مغربها. فهنالك طلب من الله عز وجل للمؤمن أن يبادر ويسارع بالتوبة. لا تظن وتقول لا أخطئ أبداً وما ارتكبت ذنباً، يكفينا قول قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبية عندما جاء مفاوض مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو سهيل بن عمرو، وعندما رفض سهيل كتابة من محمد رسول الله ورفض أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، محي كل ذلك وكتب من محمد بن عبد الله وكتب باسمك اللهم، غضب عمر رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قال علام نرضى الدنية في ديننا، كلمة قالها. قال عمر فوالله ندمت على تلك الكلمة وعملت لها أعمالا، أي في كفارتها
من صيام وقيام وصدقة وتوبة، علما كلمة حق، لكنه رأى أنه تعدى خطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يطيع ربه عز وجل، لكن هذه غابت عن عمر في تلك اللحظة. غضب من قول سهيل بن عمرو: اكتب اسمك واسم أبيك. قال: علام نرضى الدنيا في ديننا. علما هذه من التوضيح والجلاء للأمور، لكن عداها عمر من السيئات فتاب عنها واستغفر عنها. ما بالك بذنوبنا الكثير التي لا تعد ولا تحصى، سجلت كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن المبادرة إخواني الكرام، بالذات في هذا الشهر، بالذات في البقية المتبقية من زبدة رمضان، هذه الأيام الإكثار من التوبة والإكثار من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أعف أي عن كل سيئاتي وأخطائي التي ارتكبناها في هذه الدنيا. وهذا الإنسان منذ التكليف إلى يومنا هذا، كم من كلمة صدرت من هذا اللسان، وكم من فعل صدر من هذه اليد، وكم من خطى خطوناها بتلك الأرجل. يا ترى هل كانت جميعا في سبيل الله؟ هنالك أخطاء، وأخطاء كثيرة حتى في النظر. إذا لابد من توبة. ابحث ونقب وفتش وكن صادقا مع نفسك، كم من أشياء تحتاج منا إلى توبة، وإلى توبة خالصة. ثم تلك التوبة ذكرها المولى عز وجل: توبوا إلى الله توبة نصوحا، أن تكون نصوحا لله عز وجل. إذا فعلنا ذلك وفي هذا الشهر في تلك الأيام، عسى الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر أمنا عائشة رضي الله عنها مفسرة التوبة النصوح، قالت: الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والإصرار على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب، ثم رد المظالم إلى أهلها. الصادق في توبته لا يؤجل ولا يسوف، لأن التسويف والتأجيل من الشيطان. ولا ندري الغد، ولا ندري الشهر القادم إلى آخره. إذن المبادرة هي قاطعة السبيل أمام تسويفات الشيطان. الإقلاع من الذنب أي في وقته، والندم على ما فات، كما قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. ندم الإنسان على مال صرف في غير موقعه، ندم الإنسان على عمر ضاع في معصية الله. إذن هذا المسلم يبحث بحثا دقيقا في حياته وفي سجلات حياته، ماذا فعل؟ لأن الأسئلة يوم القيامة على الصغيرة والكبيرة، على الصغيرة والكبيرة. إذن التوبة هنا مخففة لما يسأل عنه المسلم عند لقائه ربه عز وجل. فمن ندم هنا وتاب هنا خفف ذلك عن حمله. ولذلك نتذكر عن صورتين في كتاب الله عز وجل بدأت بالويل: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. قال العلماء: الأولى في أمر المال، والثانية في أمر العرض. المال إخواني الكرام نبحث فيه، هل جنينا فيه؟ هل تعدينا فيه؟ هل أكلنا فيه شيئا حراما؟
هل أخذنا شيئا حراما هل استدنا دينا ثم هربنا من ذلك الدين والسداد ننظر في قضايا المال ويل للمطففين ثم ويل لكل همزة لمزة أعراض الخلق لا تظن إخواني الكرام هذا اللسان يكتب أو يكتب عليه ما صدر منه إياك وإياك وإياني أن نتغافل هفوات اللسان هنالك عالم يسمى عالم الغيبة عالم عظيم نسرح فيه ونمرح بحجج واهية أننا نقود الواقع حقيقة هذا من تسويفات الشيطان من أراد أن ينصح فليأتي ذا المنصوح أمامه ويتكلم عنه بقول لين أما أن نتكلم في ظهره وأن نقول والله هذه الحقيقة هذا هو من التسويف وهذا الأمر يسجل علينا ويوم القيامة لا درهم ولا دينار إنما هي الحسنة والسيئة ولذلك تلك الصورة بدأت بي ويل لكل همزة ثم ويل للمطففين فلننظر في عالم المال ولننظر في عالم الأعراض في خلق الله عز وجل ثم نتوب في تلك اللحظة توبة نصوحة عسى الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقم الصلاة